أولا، هل يجب دائما البحث عن الحقيقة؟ المغالطات والمهاترات لا 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 تحل المشاكل. إذا كان إنسان عنده ثقة في نفسه فليقدم الحقيقة. المغالطات وهذا العمليات اللي يقوم بها المغرب هذا يكشف مكشوفة، عمليات تقديم الأكاذيب هذا ماهوش حل، ماهوش هذا هو اللي راح يساهم في حل الإشكاليات. الإخوة المغاربة والمواطنين المغاربة عليهم أن يكونوا مدركين وواعيين باللي هذه الخزعبلات اللي يقوم بها المخزن لا في مصلحتهم ولا في مصلحة بلادهم. القانون يجب أن يكون قوي ليفرض نفسه على كل الناس. الإشكالية الكبرى أن احنا في عالم بلا معالم. العالم تاع اليوم مفروض عليك أنك أنت تكون قوي لردع الآخرين باش ما يقتربوش منك. الضعيف دائما يولد الضعف، يولد الأطماع، والضعيف دائما هو الضحية.